نبقى معكم في تغطية الحدث الأبرز هنا في مصر، انتخابات مجلس النواب 2020. نذهب من جديد إلى زميلنا منذر أبو دوح المتواجد في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لإطلاعنا على مجمل سير عمليات التصويت حتى الآن. أهلا بك مجددا يا منذر. أهلا بك زميلي العزيز. إذا كان لك أن تذكرنا أو إذا كان لديك أي معلومات جديدة حول سير عمليات التصويت. بالفعل تستمر غرفة العمليات في الهيئة الوطنية للانتخابات في العمل ومتابعة والإشراف على العملية الانتخابية التي تجرى في 14 محافظة والتي بدأت من 9 من صباح اليوم، وذلك لمتابعة إذا كانت هناك مخالفات أو خروقات، وكذلك متابعة الخط الساخن الموضوع للمواطنين في حالة إذا كانت هناك بعض الشكاوى اتجاه العملية الانتخابية. إلى الآن وفقا لما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه لا توجد أي مخالفات ولم تصل إليها أي شكاوى من المواطنين أو الناخبين في هذه العملية الانتخابية حتى الساعة، لكن العملية الانتخابية تستمر في عملها بالنسبة للجان الاقتراع المنتشرة في 14 محافظة بدون أي مساس بهذه العملية الانتخابية، وكذلك استمرار غرفة العمليات لمتابعة هذه المخالفات إذا كانت هناك مخالفات، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي للقضاء في أثناء عملهم في الإشراف على العملية الانتخابية إذا كانت هناك مثلا حدثت إصابات أو مرض أحد القضاة أثناء إشرافها على العملية الانتخابية، يتم الدفع بالاحتياط من قبل القضاة الذين تم وضعهم كاحتياط للقضاء الذين يقومون بالإشراف على العملية الانتخابية. بطبيعة الحال نحن نتابع هذه العملية الانتخابية مع إشراف كامل من القضاء على العملية الانتخابية، وننتظر الساعات القادمة، وفي حالة ظهور أي مخالفات سيتم التواصل من خلال الرسائل القادمة. نعم منذر، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة، ويقينا سنعاود التواصل معك مجددا إذا كان في أي معلومات جديدة. أشكرك شكرا جزيلا منذر. أيضا هذه المرة نتجه إلى زميلة أسماء حسن لمتابعة سير العملية الانتخابية أيضا لديها. إليك أسماء. تحية لك في البداية أحمد، تحية للسادة المشاهدين. بالفعل نتواصل معكم من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي. أؤكد لك أن اللافتات الإنسانية من خلال تقرير غرفة العمليات كان هو المسيطر على المشهد الانتخابي في أغلب المحافظات التي من المقرر لها أن تجري المرحلة الأولى في هذه الانتخابات، انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تم مساعدة عدد كبير من كبار السن في بعض اللجان المنتشرة في مختلف المحافظات، وأيضا تم نقل أحد الناخبين في منطقة الدقي على إثر إصابته بضيق تنفس إلى إحدى المستشفيات، وكذلك تم نقل ناخب آخر في مركز ويسم أيضا على إثر إصابته بضيق تنفس إلى إحدى المستشفيات. أيضا رافق محافظ قنا ناخب مريض إلى مستشفى قنا العام. كانت هذه أبرز اللافتات الإنسانية التي أكد عليها تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية. أيضا أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على انتظام العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية حتى هذه اللحظة دون ورود أي شكاوى من أي نوع من خلال اليوم الانتخابي حتى هذه اللحظة. أيضا ناشد معالي وزير التنمية المحلية أبناء الشعب المصري لممارسة حقهم الدستوري في هذه الانتخابات. أيضا أؤكد لك أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لمتابعة تطورات العملية الانتخابية، وكذلك التيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. أيضا أكدت غرفة العمليات على أنه تم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم اللجان لضمان السلامة العامة للناخبين وكذلك القائمون على العملية الانتخابية والحفاظ على الصحة العامة لمنع انتشار أيضا فيروس كورونا.
أيضا غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وكذلك غرفة عمليات المحافظات العملية الانتخابية، وعلى مدار الساعة ترصد أي معوقات تقف أمام الناخبين أو حتى القائمين على العملية الانتخابية. حتى هذه اللحظة كانت هذه أبرز ملامح تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية. إليك مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة أسماء حسن، متحدثة إلينا مباشرة من غرفة العمليات التابعة لوزارة التنمية المحلية. وأجدد شكرا أيضا للزميل منذر أبو دوح الذي بقي متواجدا معنا في النافذة المجاورة. شكرا جزيلا لكما.